بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ إن شاء الله نتكلم عن الهيموجلوبين أبنورمالتيز أو الهيموجلوبينوباثيز، ناخد فكرة كده عن الفحص اللي بنعرف بيه أنواع الهيموجلوبين أو الأبنورمالتيز اللي موجودة في الهيموجلوبين، اللي هو الهيموجلوبين إلكتروفوريسيس. إيه هو الهيموجلوبين إلكتروفوريسيس؟ الديفينيشن بتاع الهيموجلوبين الكتروفوريسيس ده عبارة عن ايه؟ separation of different types of hemoglobin in an electric field according to their charges. يعني ايه؟ يعني انا هحط خليط من بعض المركبات وبعدين هروح مشغلة electric field. الالكتريك فيلد ده ليه كاثود وليه انود. هيحصل ايه؟ هيحصل ان كل الشحنات المتنافره هتتجاذب والشحنات المتشابهه هتتنافر. فكلما كان المركب ده او الجزء من المركب ده، الكومبوننت ده من المركب شايل شحنات موجبه، هيمشي اكتر ناحيه الايه؟ القطب السالب. وكل ما كان شايل شحنات سالبه هيمشي اكتر ناحيه القطب الموجب. ده قصة. تبقى هي دي قصة الإلكتروفوريسيس عموما بقى، اللي هو الفصل الكهربائي. الفصل الكهربائي بيعتمد على ان انا هحط خليط من كذا كومبوننت، وبعدين افصل الكومبوننت دي باني بأمرر تيار كهربي، فيفصل كل كومبوننت منه يروح متحرك ناحية القطب اللي ايه؟ المختلف معاه. فتفصل الكومبوننت ده على مسافات من بعض، كل مكان هيفصل على حسب الشحنة اللي هو شايلها بالنسبة للكاثود أو الأنود. فتفصل المركبات دي على شحنة على مسافات متباعدة من بعض. فأنا بقى كده فصلت الحاجة المكونة من كذا مركبات إلى كل مركب لوحده، وعرفت كل مركب بيمثل نسبة قد إيه. قد يكون طبعا الاعتماد على فكرة التشارج دي هي فكرة طبعا الإلكتروفوريسيس، لكن يعني لما هنتكلم عن أنواع الهيموجلوبين إلكتروفوريسيس هعرف ان في أنواع أخرى من الهيموجلوبين إلكتروفوريسيس هيتتدخل معها تداخلات تانية غير فكرة التشارج فقط، لكن هي دي الفكرة الأساسية للإلكتروفوريسيس. طيب نتكلم عن البروتين عموما. نفكر نفسنا كده كلام قديم جدا، بيزك جدا. وحدة تركيب البروتين كانت حاجة اسمها الأمينو أسيد، وكانت الأمينو أسيد بتاعتنا دي بتختلف. كان عندي بعض الأمينو أسيد، طبعا أساسي في تركيب الأمينو أسيد إن يكون عندي حاجة اسمها كربوكسيل جروبز وحاجة اسمها أمينو جروبز. الكربوكسيل جروبز عموما دي تشيل شحنة سالبة، والأمينو جروب عموما تشيل شحنة موجبة. فأساسي في أي أمينو أسيد في عدد من الكربوكسيل جروبز والأمينو جروبز. قد تكون عدد الكربوكسيل جروب بيساوي عدد الأمينو جروب. بقول عن الأمينو أسيد ده نيوترال أمينو أسيد، يعني إيه؟ يعني عدد الشحنات السالبة فيه بيساوي عدد الشحنات الموجبة. وتحصل ساعات لا، بعض الأمينو أسيد يكون فيها عدد الكربوكسيل جروب أكتر من عدد الأمينو جروب، فيبقى فيها شحنات سالبة اكتر من الشحنات الموجبه. فالنت ريزلت او النت تشارج بتاعتها هتبقى ايه؟ هتبقى سالبه. دي بسميها اسيدك امينو اسيدز، وهم اتنين امينو اسيد: الجلوتاميك امينو اسيد والاسبارتيك امينو اسيد او الاسبارتيت. الجلوتاميت او الاسبارتيت. طيب في بعض الاحيان الثانيه بتزيد عدد الامينو جروبز عن عدد الكربوكسيل جروبز، يبقى كده عدد الشحنات الموجبه زادت عن عدد الشحنات السالبه، تبقى النت تشارج بتاعه الامينو اسيد دي ايه؟ موجبه. نقول على الامينو اسيدز دي بيزك امينو اسيدز. بيزك امينو اسيد اللي هم زي ما انا شايفه كده قدامي: الهيستيدين واللايسين والارجينين. يبقى انا عندي 2 امينو اسيد اسيدك اللي هم الجلوتاميت والاسبارتيت، وعندي 3 امينو اسيد بيزك: هيستيدين ولايسين وارجينين، والباقي اسمه نيوترال امينو اسيد. وفهمت ايه الفرق ما بين الديفرنت جروبس. نرجع تاني لموضوعنا اللي هو الالكتروفوريسيس. الالكتروفوريسيس ده عباره عن فصل البروتين عن طريق الكهرباء. بيعتمد ايه؟ بيعتمد على ايه فصل البروتين عن طريق الكهرباء او الفصل الكهربائي لاي بروتين؟ بيعتمد على ان البروتين دي حاجه اسمها فيتر اينز. فيتر اينز يعني ايه؟ يعني تحطه في اسيديك ميديا ياخدوا بوزيتيف تشارج، يتحطوا في الكالاين ميديا
ياخدوا نيجاتيف تشارج. طيب لما هياخدوا البوزيتيف تشارج هيميجريت ناحيه الايه الكاثود، لو خدوا نيجاتيف تشارج هيميجريت ناحيه الانود وهكذا. فهيحصل ايه؟ ان احنا هنجيب الكومبوننت الهيموجلوبين ده اللي هو فيه ديفرنت كومبوننت من كذا نوع من الهيموجلوبين، واحطه في ميديا معينه اسيدك او الكالين، واشوف المايجريشن بتاع الكومبوننت في اتجاه الاقطاب بتاعه الكهرباء زي ما هنشوف دلوقتي. وجد ان الهيموجلوبين لما يتحط فيه الكالين ميديا هتكون كل الكومبوننت بتاعته هتاخد نيجاتيف تشارج، كل الكومبوننت هتاخد نيجاتيف تشارج، بس طبعا نيجاتيف تشارج بكميات مختلفه. فطبيعي ان كل الكومبوننت هتميجريت ناحيه البوزيتيف القطب الموجب اللي احنا بنقول عليه الانود، لكن بسرعات مختلفه لان عليها شحنات مختلفه، فهتميجريت بسرعات مختلفه وتفصل في اماكن مختلفه البعد عن الانود. فلذلك انا لما اجي اعمل ابلكيشن في الالكلاين الكتروفوريسيس لازم اعمل الابلكيشن في ابعد منطقه عن الانود عشان اسمح للبروتينز انها تتحرك كلها، تاخد فرصه كبيره انها تتحرك ناحيه الانود. فلازم اعمل الابلكيشن بتاعي في ابعد منطقه عن الانود اللي هي ايه، يبقى كاثود الابلكيشن. طيب يفصل ازاي الهيموجلوبين الكتروفوريسيس في الالكالين بي اتش؟ قلنا هيفصل اكوردنج للايه، لكميات الكميه الشحنات السالبه اللي عليه. كل ما كان كميه الشحنات سالبه اكتر كل ما كان الكومبوننت ده هيميجريت اكتر اقرب للانود. تقل الشحنات السالبه عن الكومبوننت الاولاني فيجي كومبوننت تاني يفصل في منطقه ابعد شويه عن الانود، وهكذا على حسب كميه النيجاتيف تشارج اللي محموله على الكومبوننت هيبقى هيتحدد موقعه من الانود. طيب هنلاحظ بقى ان في عندي مشكله ان بعض الهيموجلوبين فاريانس ليهم نفس التشارج فيفصلوا في مكان واحد في بعد واحد عن الانود. زي ايه؟ زي مثلا الهيموجلوبين اس ليه نفس التشارج بتاعه الهيموجلوبين جي، نفس التشارج بتاعه الهيموجلوبين جي. فلذلك الاس الهيموجلوبين اس الهيموجلوبين جي الهيموجلوبين دي بيفصلوا على نفس البعد من الانود، فييجوا الثلاثه تقريبا في ريجون واحده. طيب ايه كمان؟ زي ايه؟ زي هيموجلوبين الاي 2 مع نفس التشارج ليه للهيموجلوبين سي، زي نفس التشارج على الهيموجلوبين اي، زي نفس التشارج على الهيموجلوبين او اراب. فلذلك الاي 2 السي الاي الاو اراب كلها كومبوننت هتفصل في على بعد واحد من الانود، فدوعوا كلهم في ريجون واحد. ودي بقى دي مشكله الالكالين الكتروفوريسيس. ايه هي مشكلته؟ ان في بندات مش هعرف لما اشوفها فصلة في مكان معين ما ببقاش عارفة هي عبارة عن ايه، ممكن تكون ده او ده او ده. ليه؟ لان كلهم ليهم نفس التشارج فهيفصلوا في نفس البعد عن الانود. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان مكان الهيموجلوبين في الهيموجلوبين الكتروفوريسيس هيتغير فقط لو حصل فيه تغير اثرت على النت تشارج بتاعته. يعني لو انا شلت امينو اسيد شايل شحنتين سالبتين وحطيت مكانه امينو اسيد شايل شحنتين سالبتين، هتتغير النت ريزلت بتاع المولكيول؟ مش هتتغير، فهيفصل في نفس المكان. امتى يتتغير مكانه؟ لو شلت امينو اسيد شايل شحنتين سالبتين وحطيت مكانه مثلا نيوترال امينو اسيد، فانا كده قللت الشحنه السالبه اللي على النت تشارج اللي على المولكيول، انا قللت الشحنه السالبه بتاعتها، فبقى المايجريشن بتاعه هيختلف في اتجاه الانود، كده يتغير مكان الهيموجلوبين. لكن اي تغير ما بين امينو اسيد سبستيوشن غيرت امينو اسيد مكان امينو اسيد ليه نفس التشارج مش هيأثر على مكان الكومبوننت ده في الالكتروفوريسيس.
طيب يبقى ايه خطوات الالكتروفوريسيس اللي انا بعملها؟ خطوات الالكتروفوريسيس اولا انا بحتاج ايه؟ بحتاج طبعا السيلوز استيت اللي هي السبورتنج ميديا، بحتاج بفر يكون ليه الالكالين بي اتش اللي هو عند 8، البي اتش بتاعه يكون 8.5، وعايزه الجهاز بتاع الالكتروفوريسيس اللي هو يتكون من كاثود وانود، وعايزه دايره كهربائيه متصله. طيب اعمل كل ده ازاي؟ هجيب الورقة بتاعة السيلوز أسيتات بتاعتي وانزلها في البفر. على أساس إيه؟ على أساس إنها تشرب من البفر علشان تبقى كلها وصل لها مية، المية دي جود كوندكتور للإلكتريستي، فلازم كلها تكون شربة مية علشان تكوندكت الإلكتريستي. طيب بالنسبة للعينة بتاعت العيان لازم أشتغل على لايسيت للعيان. يعني إيه لايسيت؟ يعني أجيب حاجة لايس وأحطه على العينة بتاعت العيان تفرقع الأر بي سيز وتطلع منها الهيموجلوبين عشان أعرف أفصله، ما مش عارف أفصله هو جوه الأر بي سيز. بعد كده بعد ما عملت السيلوز استيت نزلته في البفر بطلعه واعمل عليه ابلكيشن بالعينه بتاعه العيانين دول، العينات بتاعه العيانين، ولازم في كل ران زي ما اتفقنا هنمشي ايه؟ هنمشي كنترول، الكنترول اللي هو هنعرف متصنع ازاي وشكله ايه. عملت الابليكيشن، ببدأ احط السيلولوز ديت اخليها تقفل لي دايرة الكهرباء ويعدي فيها التيار الكهربي، وزي ما قلنا احط اللاين اوف ابليكيشن عندي ناحية الايه؟ ناحية الكاثود، واسيبها حوالي 35 دقيقة بيعدي فيها الكهرباء. بتفصل بندات الهيموجلوبين كل واحد على حسب التشارج بتاعته ياخد بعد معين عن الانود، فتفصل البندات عن بعضها واعرف مكانها طبعا بالكنترول زي ما هنشوف. بعد كده باخد الستريب دوت بنزله في صبغة، صبغة اسمها بونسوارد، دي بتصبغ لي البندات وتثبت البندات دي في مكانها بلون الصبغة، الصبغة اللي هي شكلها كده بيبقى بينك او بيبقى محمر شوية. بعد كده طبعا الستريب كله بيطلع من الصبغة دي لونه احمر خالص، فببدأ اعمل حاجة اسمها دي ستين للستريب ده، اعمل له دي ستيننج، انزل الصبغة الزيادة اللي عليه وتتبقى على الستريب البندات فقط اللي هي بتاعه الهيموجلوبين الكتروفوريسيس. بدخل بعد كده الباند دي على سكانر يبدا يقرا لي كل ثيكنس لكل بند قد ايه، ويحسبه بطريقه يطلع لي الثيكنس دي كبرسنت من التوتال هيموجلوبين، ويقرا لي الكل هيموجلوبين من دول فصل هو بيمثل كام في المية من التوتال هيموجلوبين للعيان. دي كانت الايه الستبس بتاعه الالكتروفوريسيس. طيب هيبقى مكانهم ايه؟ ازاي الشكل الستريب بتاعي ازاي، او الشكل النهائي للالكتروفوريسيس ازاي؟ تعالوا نشوف الستريب اللي قدامنا ده. الستريب اللي قدامنا ده الكالين الكتروفوريسيس. لازم اول ما بشوف الستريب بتاع الالكتروفوريسيس على طول اسال هو الابلكيشن، الخط بتاع الابلكيشن بتاعي فين؟ فالمفروض هنا الابلكيشن بتاعي خط رفيع جدا جدا تحت خالص في الحالات كلها، فده لما الاقي الابلكيشن في الطرف كده ده معناه انه ايه؟ كاثودال ابلكيشن. طيب انا بالنسبه لي انا كل خط راسي من دول حاله، كل خط راسي من دول على الستريب حاله. فرقم واحد ده الكنترول. الكنترول ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن حاجه متصنعه من هيموجلوبين A وهيموجلوبين F وهيموجلوبين S وهيموجلوبين A2 او هيموجلوبين C. ليه؟ علشان كل كومبوننت من دول لما يتحطوا في الالكتريك فيلد يعرفوا مكانهم، وكل واحد يروح يفصل في المكان المخصص ليه. فانا في الالكالين الكتروفوريسيس المكان الطبيعي للبانز ان الاي هيبقى اسرع باند ناحيه الانود، يلي الاف، يلي الاس، يلي الاي 2. فالمفروض انه هيفصل في الترتيب بتاعي من الانود للكاثود
AFSA2 اللي احنا بنجمعها في كلمة أفسة، وساعات يقولوها AFSC. ليه؟ لأن هو نفس الشارج في نفس المكان نفس الريجون، فساعات يسموا الكنترول بتاعي AFSC. ده بيبقى كده الكنترول ده مصنع كده يعني manufactured كده، وبيجي لي من الشركة بالطريقة دي. طيب ما عنديش الكنترول ده أو هو unstable وغالي جدا جدا، في بعض الناس ما بتعملش ما بتشتريش الكنترول. طب أشتغل بقى أعمل إزاي؟ أألف أنا بقى ميكس من كل ده، أجيب عيان بتاع واحد عيان من الحضانة، أنا ضمن أن فيه A وضمن أن فيه الF وشوية A2، وبعدين أجيب عيان يكون متشخص أنه سيكل، وخلط الهيموجلوبينات دي على بعضها، يبقى عندي الأربع بندات موجودين AFSC. ولازم في كل رن امشي معايا كنترول عشان اعرف مكان البندات كده. انا خلاص بشوف الكنترول فاصل فين، وانا عارفه ايه الكومبوننت اللي في الكنترول، فعرفت مكان كل بند. اجي اقرا كل بعد كده عيان اشوفه البند بتاعته موازيه لايه في الكنترول، واقرا البند بتاعته على هذا كده. يبقى اي بند هتوازي البند اللي اسمها ايه دي، انا هقول عليها في الالكالين الكتروفوريسيس اسمها هيموجلوبين ايه. اي بند هتوازي البند اللي اسمها اف هيبقى اسمها في الالكتروفوريسيس ده هيموجلوبين اف. اي بند هتوازي الاس الاس اللي في الكنترول هيبقى قد تكون اس او جي او دي. اي بند هتوازي السي في الكنترول هتبقى معناها انها سي او اي او او قرب، وهو ده مكان برضو الاي 2 زي ما اتفقنا، مع اعتبار ان الاي 2 عمره ما بيزيد عن 7% نهار ما يكبر جدا جدا جدا، مش هيعدي 10% اطلاقا. يعني اكبر رقم شفناه في الاي 2 ده كان 10% بالكتير جدا. فلما بشوف بند كبيره في هذه المنطقه في منطقه الاي 2 هي اكيد مش اي 2، لان الاي 2 عمره ما بيوصل للارقام الكبيره دي. فلما بشوف البند الكبيره دي يبقى خلاص اتحكم على الكنترول ده انه يا اما سي يا اما اي يا اما او قرب، لكن هو عمره ما يكون A2 وفي بند كبيرة كده في المكان ده. يعني تعالوا نشوف العيان اللي هو رقم 2. العيان رقم 2 ده أنا شايفة أن في بند كبيرة جدا موازية للبند اللي هي اللي اسمها A في الكنترول، وشادو صغير جدا جدا عند البند اللي هي موازية للسي أو A2 في الكنترول. فده العيان نورمال ادلت اللي هو المين كومبوننت بتاع الهيموجلوبين بتاعه الاي ومعاه شويه اي 2. تعالوا نشوف العيان رقم 3. رقم 3 هلاقي بند موازيه للبند اللي هي اسمها اي في الكنترول، وبند تانيه موازيه للبند اللي اسمها اف في الكنترول. فانا عندي العيان ده دوت الهيموجلوبين بتاعه بيتكون من اي و اف. غالبا المنظر ده بشوفه في النيونيت اللي هو لسه في الحضانه لسه at birth، بيبقى تقريبا كميه الهيموجلوبين اف قد او اكتر من الهيموجلوبين اي بحاجه بسيطه. طيب العيان رقم 4 هلاقي عنده بند كبيره في الاس ريجون. طيب البند في الاس ريجون ده احنا اتفقنا ان الاس الهيموجلوبين اس ليه نفس التشارج بتاعه الهيموجلوبين جي، ليه نفس التشارج بتاعه الهيموجلوبين دي. فلذلك البند دي ممكن قد تكون اس قد تكون جي قد تكون دي، ما بقدرش افصلها في الالكتروفوريسيس. فلازم لما الاقي البند دي اركومند على طول اي مانوفر تاني او بروسيدجر تاني يفصل لي البند ديت هي اي نوع من البندات. العيان رقم 5 ده كنترول برضو، اللي هي الخانة رقم 5 دي كنترول برضو فاصل على الأربع بندات. رقم 6 هلاقي عندي 2 بند، واحد في الاي ريجون واحد في الاس ريجون. طيب زي ما اتفقنا البند اللي في الاس ريجون دي انا ما بقاش عارفة هي عبارة عن ايه، قد تكون اس قد تكون جي قد تكون دي. فهو ده تريت من اس او جي او دي، ويحتاج تاني برضو لكونفيرماتوري تيست افسر بيه البند التانية دي.
العيان رقم 7 عندي 2 باند، واحد في الاس ريجون وواحد في السي ريجون. زي برضو ما قلنا الاس ريجون قد يكون اس، قد يكون جي، قد يكون دي، والعيان اللي في السي ريجون ده قد يكون اي، قد يكون سي، قد يكون او اراب. طبعا البند الكبيره دي مش ممكن تكون A2، لان زي ما اتفقنا ال A2 لازم ما تزيدش عن 7%. اكتر حاجه شفناها في ال A2 كانت حوالي 10%، ما بتزيدش عن كده ابدا. العيان اللي هو رقم 8 دوت زي 6 بالظبط برضو، اللي هو A و S، بند في ال A region وبند في ال S region، قد يكون سيكل تريت، قد يكون جي تريت، قد يكون دي تريت. طيب تعالوا للأسيديك إلكتروفوريسيز. أولا مع الأسيديك إلكتروفوريسيز هيتداخل معايا فاكتور تاني غير غير التشارج، هيبقى في رياكشن بين الكومبوننت ما بين الهيموجلوبين والجل اللي هي السبورتنج ميديا اللي بفصل عليه ده. اولا تاني شيء في الاسيديك الكتروفوريسيس، بعض الهيموجلوبين هياخد التشارج البوزيتيف وبعض الهيموجلوبينز هتاخد التشارج نيجاتيف، فبعضها هيميجريت ناحيه الانود وبعضها هيميجريت ناحيه الكاثود. اذا لما باجي اشتغل اسيديك الكتروفوريسيس لازم ما ينفعش اعمل الابلكيشن لا ناحيه الكاثود ولا ناحيه الانود، لازم اعمل ابلكيشن في مسافه في المنتصف ما بين الكاثود والانود. ليه؟ عشان اسمح للسالب يميجريت ناحيه الموجب واسمح للموجب يميجريت ناحيه السالب. يبقى انا كده لما حطيت في النص سبت الحريه للكومبوننت انها تميجريت ناحيه الايه الشحنات المختلفه بالنسبه لها. يبقى لازم يبقى هنا الابلكيشن بتاعي سنترال وليس كاثودال ولا انودال، يبقى الابلكيشن بتاعي هيبقى ايه سنترال. طيب انا معايا طبعا كنترول، احنا قلنا في كل ران لازم هيبقى معايا كنترول اللي هو بيتكون من ايه، من الاف والاي والاس والسي زي ما اتفقنا. طيب هيكون منظرهم ايه في الاسيديك الكتروفوريسيس؟ في الاسيديك الكتروفوريسيس هبدا من ناحيه الكاثود، هيبقى عندي اول بند ناحيه الكاثود الاف يليها الاي. طيب ايه اللي هيميجريت ناحيه الانود؟ هيبقى عندي الاس يليها هيجريت ناحيه الانود، هيبقى السي يليها الاس. فنبدا كده بالترتيب، هيكون الترتيب بتاعي اف من ناحيه الكاثود للانود او من ناحيه السالب للموجب، F A C F A S C F A S C، بس بجمعها في كلمة فاسق، بجمعها في كلمة إيه فاسق. وعلشان نحفظها كده هنقول إن الفاسق دايما يجي من ناحية السالب لأنه هو حاجة مش كويسة، فيبقى إيه من ناحية السالب، فيبقى من ناحية السالب للموجب F A S C. طيب لو أنا جيت أقرأ بقى البند اللي قدامي ده، أنا عندي رقم 2 ورقم 7 دول الكنترول، عرفت انا خلاص مكان الاف والاي والاس والسي في الكنترول. اي بند هتيجي هتفصل موازيه للاف هتبقى اف. هنا هيختلف الموضوع في الاسيديك الكتروفوريسيس، ان ساعتها هقول ان اي بند هتيجي في الاي ممكن تكون ايه وممكن تكون اي بند تانية غير الاف والاس والسي، كلهم هيفصلوا دلوقتي مع الايه الاي، كل الهيموجلوبين الاخرى هتفصل مع الهيموجلوبين ايه في الاسيديك الكتروفوريسيس، لكن الاس هتفصل لوحدها. اي بند موازيه للاس هي اكيد اس، اي بند موازيه للسي هتكون هي اكيد سي. يبقى البندات اف موازيه للاف، اس موازيه للاس، سي موازيه للسي، واي بند اخرى هتقع هنا مع الايه مع الايه. لذلك لا يصلح الاسيديك الكتروفوريسيس لاني اعمل بيه سكاننج او انيشيال سكريننج تيست. ليه؟ لان اي بند هتقع مع الاي ايفن الاي 2، يعني حتى البند اللي هي الاي 2 هتقع مع الاي، فلذلك ما بيصلحش الاسيديك الكتروفوريسيس لاني احدد كميه الاي 2 في العيان ده قد ايه. ليه؟ لان هي نفس البند هتضم الاي والاي 2، طب انا افصلهم ازاي؟ ما بعرفش افصلهم في الاسيديك الكتروفوريسيس، وانا بعمل سكريننج غالبا في الالكتروفوريسيس عشان اطلع الاي 2، فلا يصلح الاسيديك الكتروفوريسيس لاني اعمل
بي سكريننج. يبقى دايما الاسيديك الكتروفوريسيس بتبقى خطوه تانية بعد الالكالين الكتروفوريسيس. يبقى لازم اعمل الكالين الكتروفوريسيس لو وقعت بند في المناطق المشتركه اللي هي الاس او السي او اللي هي الاس او الاي 2، لازم بعد كده اكونفيرم بايه، باسيديك الكتروفوريسيس، لكن ما تكونش اول خطوه. تعالوا نقرا العيانين بقى اللي في الستريب ده. عندي رقم واحد عيان كل الهيموجلوبين تقريبا واقع في بند موازية للاي، وعندي سمول شادو في الاف، فده تقريبا كده ده نورمال ادلت، ده عيان نورمال ادلت، ده زيه زي العيان رقم 3. طيب العيان رقم 4 هلاقي عندي بند في الاس وبند في السي، يبقى ده عيان هيتيروزايجوز من اس مع سي، هيتيروزايجوز اس او كومباوند هيتيروزايجوز اس سي. طيب انا كده متاكده ان ده اس وده سي، انا كده متاكده ان البند دي اس والبند دي سي، وسبق لازم اكون معايا الخطوه الاولى بتاعته اني كنت عامله له الكالاين الكتروفوريسيس وكان برضو في الاس والسي. طيب رقم 5 ده عيان في بند في الاي ريجون وبند في السي ريجون، يبقى العيان ده اقرا ازاي؟ هيكون A الهيموجلوبين بتاعه عباره عن A وC، يعني ده هيتيروزايجوز او السي تريت، ده سي تريت. طيب العيان رقم 6 ده في بند كبيره في الاي وبند في الاي في الاس ريجون، ده هيتيروزايجوز اس او السيكل سيل تريت. رقم 7 ده زي ما اتفقنا ان هو كنترول، يعني ده كان كلام لا غنى عنه طبعا عشان نعرف بعد كده نقول اللاب دايجنوزيس بتاع اي هيموجلوبينوباثي، لازم كنت اعرف ان النورمال الكتروفوريسيس والالكتروفوريسيس بيتقرا ازاي. لازم كمان في العملي سواء في الشغل او في الامتحان هبقى عارفه الالكتروفوريسيس بيتقرا ازاي والبندات بتاعته بنعرف مكانها ازاي. طبعا البندات ديت انا بفصلها بالطريقه ديت، بعد كده بندخلها على حاجة اسمها سكانر بيقرأ كل بند الثيكنس بتاعته قد ايه ويحسبها لي نسبة في المية من التوتال هيموجلوبين. يعني انا دخل البند اللي قدامي دي الستريب اللي قدامي ده بدخله على سكانر، فالسكانر ده بيقول لي كل بند من دول كام في المية من التوتال هيموجلوبين. يبقى انا كده عملت فصل الهيموجلوبين وعرفت كل كومبوننت من الهيموجلوبين ده، كل نوع من الهيموجلوبين ده بيمثل كام في المية في التوتال هيموجلوبين بتاع العيان.